اليوم مسحوا لي فيديو ياو ياو. دخلت على التيك توك لقيتهم شالوا الفيديو، ما بعرف شو السبب. شو عملت انا؟ غنيت راب عن فلسطين زي ما زهرة بتغني. زهرة عندها كم جزء هلا وصلت؟ والله ما بعرف كم جزء. 21 جزء. زهرة سوت 20 جزء، اكثر من 20 جزء، وما شالوا لها ولا فيديو لها. انا سويت بس جزء واحد شالوا لي اياه. مش مشكله، هلا بسيطه. شفت فيديو اليوم منشنيني عليه لزهرة، الحمد لله هذا الفيديو مو جزء جديد للراب تاعها، بس في وحده تلاقت معاها بمكان وصورت معاها. وزهرة اتوقع يعني انسان زينا زيها. انا بيدي اروح هناك بدون تفكير. وما ادري اذا لانه فلسطينيه الامان، يلا قول. وما ادري اذا لانه فلسطينيه الامان. زهرة طلعت زينة، طلعت إنسان زينة، بتضحك بتمزح بتعمل كل هاي الأشياء. أنا زمان حكيت لكم إنه ممكن هي تكون قاعدة بتمزح معانا، ما بتسوي هذا الراب من جد، ما بتفكر حالها جد يعني قاعدة بتغني راب، هي بتعمل هيك خصوصي عشان تضحك الناس. بس لما وصلت للجزء يمكن التسعتاش أنا وقتها هون بديت أشك بالموضوع. لا ما ركبت الصراحة وقتها بمخي إنه وصلت هي لجزء 19 ولسه قاعدة بتمزح كل هذا مزح. فأنا وقتها هون شكيت بالموضوع، حكيت لا زهرة ما قاعدة بتمزح، هي جد بتفكر حالها راب. بس لما شفت هذا الفيديو هيك قاعدة بتضحك وبتمزح حسيت انه لا زهرة انسان زينا زيها، وهي عارفة انه هذا اللي قاعدة بتسويه مزح وضحك، وعم تعمل هذا الشيء خصوصي عشان تزعج الناس. بتضلها بتنزل اجزاء اجزاء، هلا وصلت يمكن جزء 20 21، والله ما بعرف. بس بدي اعرف انا الصراحة، صار عندي فضول من بعد ما اليوم شالوا لي الفيديو اللي انا كنت بقلد فيها بغني راب، وهلا كمان شفت هذا الفيديو وهي قاعدة بتضحك وبتمزح، صار عندي فضول بدي اروح اشوف لاي جزء وصلت. شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا هذا الراب الجزء 21 طبعا راح يتكلم مثل ما تشافين بالصورة عن الدهنة، الدهنة اللي هي أم، ما راح أقول، تسمعون في الراب. يلا نبدأ. الدهنة زهرة منحطها إحنا مع المشاوي، بتقدر تحطي بيني مثلا اللحم بالمشاوي دهنة، كمان مع الكباب بتقدر تخلط معه شوية دهنة. بس الدهنة هاي ما إلها دخل باللي قاعد بصير بفلسطين. يلي بصير بفلسطين هذا اسمه هدنة. الهدنة إشي تاني، الهدنة يعني إنه يوقفوا عن بعض الضرب، مثلا لا المقاومة تضرب ولا إسرائيل تضرب، فاهم علي؟ كمان في يعني دهون بالجسم، جسم الإنسان فيه دهون، كمان ممكن يعني نسميه دهنة اللي هو دهن، يعني دهن الإنسان. الزبدة كمان في ناس بيسموه دهنة، بس هاي ما إلها دخل باللي قاعد بصير بفلسطين. أنت مغلطة بس بكم من حرف، بس مش مشكلة يا زهرة، أنا فهمت عليكي، أنت قصدك هدنة. في فيديو تاني أنا شفتك منزليته أنت من جديد، هذا أنا الصراحة ما رح أكمله لأنه فيه يعني إشي غلط من البداية، إشي واضح، الكتاب واضح من عنوانه، الناس هيك بيحكوا صح؟ مكتوب هون عنوان الراب الله دهنة، ما بدنا نشوفه، خلينا نشوف الفيديو الجديد اللي منزليته قبل شوي. ايش لكم شخباركم؟ طبعا هذا الجزء 22 وجدا يعور القلب لانه في ناس قاعدين يعاندون، ويعني الله يعينهم على نفسهم يعني بالعناد، يعني مخهم صاير يعني اوفر تو ماتش. فعشان كذي انا بستمر انزل عن هذا الموضوع لين فعلا اشوف بعيوني الثنتين انكم مطاقعين. اتوقع عرفتوا بتكلم عن شنو. اوكي يلا نبدا. ياو ياو، شنو فيها لما تاكل عيش ودقوس؟ شنو فيها؟ ها شنو فيها؟ وقفي شوي بس زهرة. اوكي فهمت شو قصدك. هلا انت عم تحكي على المقاطعة، انا ما راح احضر الفيديو كله، طوله 3 دقائق، انا جدا اسف. بس انت كاتبة ببداية الفيديو انه في كلام بالاخر جدا مهم، فانا بدي اروح على اخر الفيديو واشوف شو هذا الكلام المهم. لكل شخص مو ناوي يطاقع ولا يحب شيء اسمه مطاقعة ولا يبي اصلا يطاقع، احب اقول لك انت من صنف الاعناب اللي يحطون راسهم وين؟ أندر يعني تحت، وما يقدر يسوي أب، لأن لو سوى أب she will cut. وبس سلامتكم. يعني لو هو رفع راسه اللي ما بيقاطع راسه بينقطع، هذا اللي فهمته منك. ما فهمت منيح انا شو المقصد بالضبط، بس شكرا لك على هذا الفيديو. انت كنت بتقدري يعني تقولي مقاطعة، مو ضروري تشفري هاي الكلمة
تقاطعون تطاقعون عادي، مقاطعة ما فيها إشي الكلمة هاي يا زهرة، فأنت كنتي بتقدر يعني تختصري وتحكي مقاطعة بس. صح كلامك 100%، اللي ما بيقاطع يعني يعتبر منهم. أنا الصراحة صرت هيك أشوف، أي واحد ما بيقاطع يعتبر منهم. لو أنت من هاي الناس اللي يا أخي إحنا شو بدنا فيها، هاي مو قضيتنا من هذا الكلام، أنت يعني بحب أحكي لك بس أنك أنت يعني ما بدنا هلأ نحكي هالكلام وهيك وأقعد هلأ أتنرفز بالكاميرا، بس يعني أنت فاهم علي شو، أنت فاهم علي شو أنت، خلص مش ضروري نحكي كتير بالموضوع وأتعمق. المهم هلأ خلينا نروح نشوف منشنات تانية. Your prediction for 2024، يعني شو رح يصير ب 2024، خلينا نشوف شو بده يصير مع العجوز الشمطاء. رح تجيب ولد، كتير تحمست عجوز، هذا فلتر أيام الفراعنة، أنت بعرف كنتي موجودة ما في هاي الأشياء فلاتر، بس هذا هلأ موجود عندنا، هذا يعتبر بس فلتر، يعني ما بيحقق الواقع، ما بيصير جد اللي بيصير بيكتبوه بالفلتر خلاص حيصير بالحقيقة، ما في من هذا الكلام، هذا بس فلتر بتوقع شو بيصير معك، يعني ممكن هيك يصير معك بس كله كلام فاضي بالآخر. ما رح تجيبي بيبي للأسف، ما بتقدري بهذا العمر، جدا كبيرة أنت فما حتقدري تحملي. الله يكون بعونك، يعني أنت احملي حالك حاليا واشتغلي لآخرتك، هذا اللي بتقدري تسوي. بدي أدخل عندك أشوف شو كمان منزل زمان عنك، ما شفت فيديوهاتك من زمان. وين اللي انت غيرتي على اساس انك شغلتي الفلتر؟ هي كاتبه بالبدايه انه لما انسى اشغل الفلتر، وبعدين نون صدمت بشكلها وشغلت الفلتر، بس انا اللي شفته انه قبل وقبل، ما تغير اي شيء بشكلك عجوز الشمطاء. زمان عنك والله، زمان عنك اشتقت لك، كثير كيوت صايره ما شاء الله عليكي. العجوز الشمطاء انا اخر مره لما شفتها حكيت لها انه تحاول تسوي دهنه، قصدي هدنة تسوي، بأنه بين فلسطين وإسرائيل، وشكلها تواصلت مع الفراعنة. أنا وقتها قلت لها تواصلي مع الفراعنة لأنه عندها واسطات بتعرف أرقامهم لكل الفراعنة، حكيت لها شوفي كيف الوضع تواصلي معاهم، وزبطت الوضع لعجوز الشنطة. يعني شكرا لك، أنا ما بعرف لو هي اللي بسبب هاي الهدنة اللي صارت، مو متأكد 100% لأنه هي كمان ما بتطلع وبتصرح بهاي المعلومات السياسية، بتحب تخلي هاي الأشياء بينها وبين نفسها لعجوز الشنطة. وش هي فاكهة كريستيانو رونالدو المفضلة؟ البرتقال، لأن فيها فيتامين سي. طب نروح نشوف منشن تاني. مثل ما ترون أعزائي المشاهدين، هذا الأسمر الجسم يعشق الطعام من الماينوي، ومن ثم يقوم في أكل. لحظة شوي بس أخرامي قبل ما نكمل الفيديو، من شو؟ من وين؟ من الماينوي. ماينوي؟ ماينوي. ماينوي ماكدونالدز اسمها، مو ماينوي. ماينوي مش مطعم، في مايونيز، المايونيز بنحط على السندويشات وهيك تقدر كمان تغمس فيه بطاطا، بس هذا مش مطعم أخرامي. الأخرامي منشني على هذا الفيديو، يعني هو نزل الفيديو وعمل لي تاج. خلينا نكمل نشوف هذا الفيديو ليش منشني عليه الأخرامي. ومن ثم يقوم في أكل هذه الطعام الجاهز، ومن ثم يأتي هذا الأسمر لكي يخبطه خبطة قوية، يقول له: ألم تعلم أن نحن مقاطعون هذا الطعام؟ نحن مقاطعون هذا الطعام يا أيها الوغد، يجب عليك. لا بيبي، ماذا أريد أن أأكل الآن؟ قال له: يجب عليك أن تأكل أي شيء غير هذا الطعام. اكتب أسفل خمس تعليقات أن أعجبكم هذا المقطع الفيديو. أنا الصراحة عجبني هذا المقطع، حلو كتير هذا المحتوى أخرامي، بس في إشي غلط أنت ماخده يعني بكل هذا الفيديو. الفيديو هو هذا معمول مش للمقاطعة، من زمان معمول، بتذكر هذا الفيديو أنا حضرته قبل. الفيديو هذا أنه على أساس إجا المدرب ومسك هذا اللي قاعد بيدربه بياكل من ماكدونالدز، فعشان هيك شات الكيس وبيحكي له أنه كيف بدك تنحف لو أنت قاعد بتاكل هذا الأكل، فما دخلوا بالمقاطعة أبدا. بس حلو كتير، حلوة الفكرة تاعتك، أنا عارف أنك أنت مخترعها من عندك، حلوة جدا الفكرة وبوقتها. خلاص اليوم جاي أطلبك، أنت عارف أنا شخص ما بتعوضش، وأنت عارف أنا شخص كيوت وحلو، أنت عارف كل البنات بتمنوني، وأنت مبين حاطة عينك علي من زمان، اعترفي لي من زمان يا خي، من زمان اعترفي لي أنا بحبك، يعني بالنسبة لك بدك أنا وياك نرتبط عادي نرتبط، ما عنديش أي مشكلة، فاهم؟ بتكوني بتحبيني وأنا بكون بعشقك وما بتخونيني، بتضلكي معي لآخر عمري، وأنا بطلب منك طلبات.
تحكي لي أمرك يا جوزي أحمد، أمرك يا جوزي شو أحمد، أنا مستحيل يعني زعلك، يعني نسبة إليك لازم ترجع جوزك، أنا كتير يعني بحبك، وإن شاء الله 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 يدمي منا على خير، وإن شاء الله بتكون من نصيبي همشي بيكون خلاقك عالية. عجبك سبرور ولايك متابعة. الصراحة كتير عجبني هذا الفيديو يا أبو مراد، الله يتمم لك على خير. هو أنت كنت بتقدر تبعت لها مسج يا أبو مراد بدل ما تطلع بفيديو قدام كل الناس وتحكي هذا الكلام؟ بدي أشوف بس على أي فيديو هي كاتبيت له هذا الكومنت يلي هو خلص اليوم جاي أطلبك. طبايا أنا شخص كيوت حلو أمز، طولي 180 وزني 65، لكل وحدة مثلا بدها تتجوزني تعالي عندي على الدار اطلبيني، انا مهري غالي يعني 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 هذا مهري. كيف اربع مهارات عندك؟ شو مهارات؟ كيف اربع مهور عندك ابو مراد من دون اشي؟ انت يعني طلباتك جدا مستحيلة، بدك بنت تيجي تخطبك، فعلى الاقل يعني خفف المهر، اعطيها يعني احكي لها 100 دينار مهري، اعطيها هيك مهر كتير رخيص عشان تيجي تتشجع تخطبك. بدي مثلا بدي تليفون ايفون 15 برو ماكس، عشان انا شخص كتير كيوت وحلو ومز وامور، اقول بنت حابة تتجوزني تعال اطلبيني بكرة من دار اهلي، انا شخص كيوت وحليبو وامور ومز عن جد. هذا مهري، مهري غالي مشان انتو قليلين عقلبي. عجبك وهذا الموضوع حطوا لايك ومتابعة وحرق ديك سبرور، لأنا بمسح مزح انت مهري. الله ابو مراد اخر شيء وضح لنا الموضوع، انا بمزح انت مهري، يعني ما بده مهر من الاخر، تعالي اخطبيني اي شيء ببلاش مش مشكله، المهم اتزوج. الله يتمم لك على خير يا ابو مراد. هيها اجت البنت وحكت لك انا بدي اجي اخطبك، ان شاء الله بتزبط امورك معها وبتخطبوا بعض. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير، في امان الله.